نتائج مبيعات ألعاب مختلفة وتشويق للعبة قديمة راح ترجع من جديد، والأهم هذا كله سوني عنده مفاجأة لنا. تبون تعرفون أي شيء؟ خليكم معنا. التجربة المجانية للعبة باتل فيلد 2042 راح تبدأ الأسبوع المقبل لمشتركي الإي إي بلاي والإكس بوكس جيم باس ألتيميت. يوم 19 نوفمبر الحالي هو موعد إصدار لعبة التصويب الجماعية باتل فيلد 2042 على الحاسب الشخصي والأجهزة المنزلية من مايكروسوفت وسوني. وكالعادة بيحصل مشتركو خدمة إي إي بلاي ومشتركو خدمة إكس بوكس جيم باس ألتيميت واللي هي تشمل إي إي بلاي على فترة تجربة مجانية توصل إلى 10 ساعات من اللعبة. فترة التجربة المجانية بتتوفر من 12 نوفمبر وما في أي توضيح إن ما كان مشتركي خدمة بيحصلون على المحتوى الكامل أو ضمن قيود معينة. البيتا خاصة باللعبة حظيت بآراء متفاوتة وممكن بنشوف ما إذا كانت المنتج النهائي بيتغير مع هذه الآراء. ماساهيرو ساكوراي يشكك في إمكانية استمرار سوبر سماش براذرز من دونه. في مقابلة جديدة مع مجلة فاميتسو اليابانية، ساكوراي قال عن سلسلة ألعاب القتال سوبر سماش براذرز إنه ما يفكر في الوقت الحالي إصدار جديد للسلسلة، وأيضا ما في اعتماد أي خطط في الوقت الحالي للعمل على إصدار جديد بعد سوبر سماش براذرز ألتيميت، لكن هذا ما يعني إنه نهاية السلسلة طبعا. وساكوراي قال أيضا إنه سبق وحاول تسليم دفة القيادة إلى شخص آخر لكن هذه المحاولات ما نجحت، وأشار إنه ما يمكن حصولا على أي إصدار من السلسلة من غير قيادته في عملية التطوير. لعبة الأنمي ديمون سلايرز ذا هينوكامي كرونيكلز راح تحصل على أول تحديث مجاني لها في 4 نوفمبر. ديمون سلاير ذا هينوكامي كرونيكلز هي لعبة القتال والحربات بالأبعاد الثلاثية من سايبر كونكت 2 والمبنية على الأنمي المشهور من هذا الاسم، وأيضا أحظى بشعبية متفجرة في اليابان وحول العالم في الوقت الحالي. اللعبة صدرت في الأسواق حاليا. راح تحصل اللعبة على أول محتوى إضافي مجاني لها في 4 من نوفمبر الحالي، وهو يضم شخصيتين جديدتين قابلين للعب من الديمونز وهم روي وأكازا. الحزمة الإضافية الأسطورية الثانية تتوفر للعبة دراغون بول زينوفيرس 2 في 5 نوفمبر. لعبة دراغون بول زينوفيرس 2 هي لعبة قتال مغامرة ثلاثية الأبعاد من شركة بانداي نامكو والمبنية على سلسلة دراغون بول وعوالمها الشهيرة واللي صدرت لجميع المنصات وحققت نجاح تجاري ضخم. راح تحصل اللعبة على حزمة محتوى إضافي أسطوري ثانية في 5 نوفمبر يعني يوم الجمعة القادم، وراح يكون فيها شخصية جوجيتا من دراغون بول سوبر وجيرن فول باور وكالافيلا سوبر ساين 2، وأيضا كالي راح تصل أيضا على سوبر ساين 2. مبيعات ألعاب شركة كابكوم على الإكس بوكس أقل بكثير من باقي المنافسين. مع إعلان شركة كابكوم عن نتائجها المالية للربع الماضي لاحظ المتابعون تراجع كبير بأداء مبيعات ألعاب الشركة على منصة الإكس بوكس مقارنة بالمنافسين لحد مخيف بعض الشيء. كابكوم تمكنت من بيع 3.65 مليون لعبة على منصة السويتش بينما جاءت مبيعاتها على أجهزة بلاي ستيشن ب 2.75 مليون نسخة، وأخيرا جاءت مبيعات ألعاب الشركة على منصة الإكس بوكس بفقط 400,000 نسخة. لا شك أن الفارق كبير جدا بأداء مبيعات الشركة على الإكس بوكس وباقي الأجهزة، وهنا يأتي النقاش حول الجانب المظلم من خدمة الجيم باس وتأثيرها على مبيعات ألعاب شركات الطرف الثالث على الإكس بوكس. فحتى في تقرير شركة مايكروسوفت المالية تمت الإشارة لكون مبيعات ألعاب شركات الطرف الثالث كانت منخفضة على منصة الإكس بوكس. ديفل ماي كراي 5 تقترب من حاجز 5 مليون نسخة. من يوم ما صدرت لعبة الشيطان قد يبكي أو ديفل ماي كراي للمرة الأولى على جهاز بلايستيشن 2 بإخراج هيديكي كامية، والسلسلة تحظى بشعبية كبيرة بفضل أكشن الجنوني وشخصية دانتي صاحب المعطف الأحمر الطويل. لكن الجزء الخامس من السلسلة ديفل ماي كراي 5 على أجهزة الجيل الماضي والبلايستيشن 4 والإكس بوكس 1 بالإضافة للحاسب الشخصي هو الأنجح في تاريخ هذه السلسلة على صعيد المبيعات. مبيعات ديفل ماي كراي 5 وصلت إلى 4.7 مليون نسخة رسمياً، كما وضحت شركة كابكوم خلال تحديثها لمبيعات الألعاب اللاتينية وهي الألعاب اللي كسرت حاجز مليون نسخة من الشركة. ديفل ماي كراي 5 باتت قريبة جداً من تجاوز حاجز 5 مليون نسخة للمرة الأولى في تاريخ السلسلة، ولا شك أنها راح تقوم بتحقيق هذا الإنجاز في وقت ما من العام القادم. لعبة ليتل نايتميرز الجزء الأول راح تحدث على تحصيل لدعم لأجهزة الجيل الحالي. لعبة المغامرات والألغاز المظلمة ليتل نايتميرز من استديوهات تريزر ستوديوز ونشر شركة بانداي نامكو واللي صدرت عام 2017 راح تحصل على تحديث جديد لدعم أجهزة الجيل الحالي المنزلية من البلايستيشن 5 والإكس بوكس سيريس. مؤسسة التصنيف العمري الأوروبية قامت برصد التحديث الجديد للعبة لدعم أجهزة المنزلية، ويبدو أن الإعلان راح يكون بوقت قريب. الجزء الثاني من اللعبة يدعم أجهزة الجيل الحالي المنزلية رغم نجاح الكبير للعبة العنوان، لكن الفريق التطوير خلفها تم الاستحواذ عليه ونهى علاقته فيها،
وأكدت الشركة الناشرة بانداي نامكو رغبتها باستمرار إصدار ألعاب جديدة للعنوان. مبيعات The Great Ace Attorney Chronicles تجاوزت 300,000 نسخة. صدرت تجميعة ألعاب التحقيق والغموض The Great Ace Attorney Chronicles على الحاسب الشخصي والسويتش والبلايستيشن 4 في يوليو الماضي، وتضم اللعبتين الأولى والثانية. الألعاب صدرت على الأصل في جهاز 3DS وما خرجت من اليابان من هذاك الوقت. تقرير كابكوم بلاتيني قام بتحديث مبيعات السلسلة، واللي ارتفعت مبيعاتها بواقع 400,000 لعبة، وقامت بتحديث مبيعات الريماستر المحسن للثلاثية الأصلية واللي ارتفع بواقع 100,000 نسخة. وهذا يعني أن مبيعات The Great Ace Attorney Chronicles تجاوزت 300,000 نسخة خلال الربع الماضي، وهو رقم جيد لثاني من إصدار اللعبة، وسينتهي به المطاف مع مرور الوقت لتجاوز 500,000 نسخة بالتأكيد. مبيعات لعبة Resident Evil 3 ريميك وصلت حاجز 4.6 مليون، وكابكوم تعتبر هذا نجاح ساحق. ريميك الجزء الثالث من سلسلة ألعاب Resident Evil صدر بالعام الماضي ولاقى ردة فعل متفاوتة بين اللاعبين، لكن على الصعيد التجاري يبدو أن اللعبة نجحت لحد كبير، وحتى وإن كانت مبيعاتها ما تقارن بريميك الجزء الثاني. اللعبة بحسب تقرير شركة كابكوم تمكنت من بيع 4.6 مليون نسخة عالميا. للمقارنة، فريميك الجزء الثاني تمكن من بيع 8.9 مليون نسخة، ومع ذلك اعتبرت كابكوم بأن اللعبة حققت نجاح قوي لها. مبيعات Resident Evil تكسر حاجز 120 مليون لعبة، والمزيد من الأرقام التفصيلية لألعاب السلسلة. شركة كابكوم اليابانية قامت بتحديث أرقام مبيعاتها بلاتينية بعد تقرير مالي للربع الماضي، وهي الألعاب اللي تكسر حاجز مليون نسخة فيما يتعلق بمبيعات سلسلة الرعب. البقاء Resident Evil تجاوزت مبيعاتها 120 مليون لعبة من بدايتها في أواسط التسعينات حتى الآن. مبيعات ألعاب السلسلة راح أحط لكم إياها بالشاشة وتشوفونها كما يلي. وزي ما تشوفون Resident Evil 7 لا زالت متصدرة أعلى مبيعات في السلسلة. أول إصدار يكسر حاجز 10 مليون لعبة في تاريخ Resident Evil بإصدار واحد. صورة تسويقية جديدة لعنوان Darksiders يلمح إلى الجزء الرابع. سلسلة ألعاب الأكشن Darksiders لاقت الكثير من الإعجاب بأجزائها الثلاثة السابقة، ويبدو أننا راح نحصل على المزيد منها إن كانت صحة هذه التلميحات. مخرج الرسوم بالجزء الثالث من السلسلة أنتون لورسفوشكين قام بمشاركتنا برسمة فنية جديدة عنوانها رسمة تسويقية جديدة لعنوان Darksiders. الرسمة الفنية زي ما تشوفون قدامكم يمكن تكون تسويق للسلسلة ككل، لكن مع صدور آخر ألعاب العنوان منذ فترة فما احتاجت شركة ناشرة THQ Nordic اللي رسمة جديدة لتسويق العنوان. آخر ألعاب بالسلسلة الرئيسية صدرت بعام 2018 من فريق التطوير Gunfire Games، وأربع سنوات كافية عشان تقدم جزء جديد لها. ريماستر لعبة Red Dead Redemption قيد التطوير بحسب مسرب الأخبار. أكثر من 11 عام مضت منذ صدور لعبة Red Dead Redemption، لعبة الأكشن والعالم المفتوح من استديوهات روكستار، وحظيت بالكثير من الإعجاب مع صورها وحققت الكثير من الجوائز لعبة العام، واحتمال كبير راح نشوف فرصة خوضها مجددا بنسخة ريماستر. فبحسب قناة روكستار ماجازين على اليوتيوب، واللي أثبتت في السابق صحة معلومات كثيرة لها يتعلق في ألعاب استديو روكستار، يقولون أن العمل جاري على نسخة الريماستر للعبة Red Dead Redemption من غير تحديد أي منصة بتصل لها. الأكيد بأن اللعبة راح تكون ريماستر بتحسين الرسوم، وما راح تكون ريميك كامل أو بمحرك الجزء الثاني. هذه المفاجأة سوني اللي قلت لكم عنها هي صراحة فيها خبر كويس وخبر مش كويس. الخبر كويس أن سوني بدأت بشحن أجهزة بلايستيشن 5 جديدة على الطائرة لمواكبة الطلب عليها لموسم الأعياد. الخبر مو كويس في بريطانيا حاليا فقط. نستعد الآن لدخول فترة موسم الأعياد الغربية، حيث تنفجر مبيعات الأجهزة والألعاب. الشركات تستعد لذلك بكل الطرق الممكنة، خصوصا في ظل الطلب القوي على أجهزة الألعاب وشح الشحنات بسبب مشاكل التصنيع. سوني بحسب التقارير بدأت بشحن أجهزة بلايستيشن 5 المنزلية إلى بريطانيا عبر الطائرة بدلا من السفينة لمحاولة مواكبة قوة الطلب على الجهاز هناك، وسرعة الشحن وتوفيره خلال هذه الفترة المهمة جدا. أما بالنسبة لنا حنا احتمال كبير يجينا بالسفينة وتأخذ وقت طويل. وهذه كانت الأخبار، يعطيك معكم متابعة كما كفت شيحة. أتمنى لكم عجبتكم، وأشوفكم مرة ثانية ومع السلامة.